السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في فيديو خاص بمنهج تالتة إعدادي. اتكلمنا المرة اللي فاتت على situations، المواقف النهاردة، واتكلمنا على إزاي أطلب توصية، حد أطلب منه إن هو يوصيني أو يقترح عليا حاجة، أو أعطي توصية، أوصي بشيء أو أقترح على حد حاجة. يبقى شفناها مرة في السؤال، ومرة في إن أنا بدي جملة statement، جملة خبرية ازاي. طيب عايزين نلفت بس الانتباه، قلنا ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنبدا نعمل نجيب اسئله ونتمرن عليها بتيجي شكلها ازاي، ونحاول نحلها مع بعض. وكمان عايزه الفت انتباهكم بس لحاجه مهمه. ايه هي الحاجه المهمه اللي انا عندي لازم اخد بالي بالظبط من صيغه السؤال؟ يعني لما يقول ما يكون عايزني انا، انت من ستقوم بعمل السؤال، انت اللي هتسأل، هتقول سؤال، مش هتقول جملة خبرية، مش هتقول جملة ستيتمنت خبرية عادية، لا انت هتسأل، تعمل كويتشن. يبقى بيجي لي يقول لي ايه؟ يقول لي يو اسك، انت تسأل، يور فريند، صديقك، تو، ويقول لي بقى الحاجة اللي هو عايزها، مثلا ريكومند، توصي يو ا بليس تو، اللي هو مكان مثلا عشان يزوره، او مكان يعمل فيه اي شوبينج او اي شيء. طيب لما يجي بقى عايز انا اللي ارد، انت من ستقوم بالرد، انت اللي هترد، هتقول الجمله خبريه اخرها فول ستوب، ستمنت عاديه. ده بيجي لي يقول لي ايه؟ يور فريند، صديقك، اسكس يو، بيسالك. يبقى صديقي بيسالني، يبقى انا المفروض اللي ايه؟ اللي هرد. ناخد بالنا من الحتت المهمه اللي زي دي. طب تعالوا بقى نبدا مع بعض الاسئله، نشوف مع بعض راس السؤال بيجي لي بيقول لي ايه. بيقول لي رايت، اكتب، وات يو وود سي، اللي انت هتقوله، in each of the following situations، في كل المواقف التالية. أول سؤال عندي بنتدرب عليه بيقول لنا your younger sister، أختك الأصغر، wants to look at، تنظر إلى the sun، الشمس، give her some advice، أعطيها بعض النصائح. هتقول لها إيه؟ أو تقول لها you shouldn't look at the sun، أنت ما يجب أنك ما تنظريش للشمس. يبقى هي سهله جدا، الموضوع بسيط وسهل قوي. انا شفت هو طالب مني ايه، قال لي ده هي wants to look at the sun، هي اختك الصغيره او اختك الصغيره عايزه تبص للشمس، اعطيها نصيحه. انا عارفه طريقه النصيحه ايه، لازم بقول في النصيحه بقول you should، بستخدم should، استخدمنا في اعطاء النصيحه فقلنا you should not، يجب ان لا look at the sun، تنظر للشمس. طب تعال نشوف السؤال الثاني، recommend، اقترح، a nice place، مكان جميل، for your best friend، لصديقك بالمراسلة، يعني صديق أجنبي، to visit in Egypt، عشان ايه؟ اقترح له مكان حلو يجي يزوره في مصر. هتقول له ايه؟ I recommend، خدناها من نفس الكلام اهو، I recommend you، بنصحك او بوصيك، go to رأس البر، يذهب الى رأس البر او يذهب الى اي مكان موجود جميل في مصر. طيب السؤال الثالث، التدريب الثالث عندنا you are asked، ناخد بالنا من الحاجات التكات بقى اللي زي دي، you are asked about the best place to buy souvenirs. يبقى ايه؟ you are asked، انت سئلت about the best place، يبقى هنا ايه؟ مبنيه للمجهول اهي، اتسألت you are asked، لكن لما كان لما يجي يقول لي ايه، انت حد بيسالك you ask، انت بتسال اهي، جايه واضحه. لكن هنا are verb to be، فعل يكون، وبعدين التصريف الثالث للفعل ask، asked، asked، المضارع ask، الماضي asked، بزود لها اي دي، التصريف الثالث بزود لها اي دي برضه. you are asked، انت سئلت about the best place، عن افضل مكان to buy souvenirs، عشان تشتري ايه؟ هدايا تذكاريه. هتعمل ايه؟ يبقى انا المفروض هنا اسال ولا اقول جمله خبريه؟ هقول جمله خبريه. ليه؟ لان مش انا اللي سالت، ده انا اتسالت، يبقى حد سالني، يبقى انا هقول جمله خبريه، هقول يو كان، تستطيع ان جو، تذهب، تو ذا بازار ان ذا اولد بارت اوف ذا سيتي. المهم اكون دليته على مكان يشتري منه، يعني انا اللي يهمني كله من اول يو كان جو تو، انت تستطيع ان تذهب، واقول له على اسم المكان اللي انا عايزه يشتري منها السوفونيرز. خدنا بالنا من الحته دي عشان نبقى عارفين انا هقول سؤال ولا هقول جمله خبريه اخرها فول ستوب. ها، لا اما كويتشن مارك في الاخر، اداه استفهام في الاخر، لا اما هقول فول ستوب، يعني احط فول ستوب نقطه زي دي كده وتبقى جمله خبريه ما هي السؤال.
اخر حاجه معانا تدريب لينا you ask your friend، انت ask سألت your friend صديقك to recommend يقترح you good food to eat، يقترح عليك ايه طعام جميل او كويس عشان تاكله. فبتسأل بقى what do you suggest we eat، ايه اللي انت بتقترحه عشان ناكله. يبقى بيقول لي you ask، انت اهم حاجه شوف انا مطلوب مني ايه، انا بسأل ولا انا اللي ولا انا اللي بجاوب، اشوف انا مطلوب مني ايه. طيب كده خلصنا مع بعض التدريب، اتمنى يا رب ان اول حاجه في السيتويشنز في المواقف اللي في منهج ثالثه اعدادي تكون سهله باذن الله، وبنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات القادمه على السيتويشنز. برضو هنحاول نخلص السؤال الجديد بما انه هو سؤال جديد علينا مش متعودين عليه في اولى وثانيه اعدادي، فهنحاول نخلص موضوع السيتويشنز ده عشان نبقى ان شاء الله داخلين مع الدراسه ان شاء الله. بدون مقاطعه بذكركم ان الورق بتاع السيتويشنز بتاع الفيديو اللي فات ان شاء الله هنزله على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وكمان بالنسبه للورقه دي برضو ان شاء الله السؤال بالاجابه ده هنزله لكم برضو على الانستجرام والفيسبوك، تابعونا بنفس اسم القناه. في امان الله.